السلام عليكم طلبتي الأعزاء. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن تعريف الكريبتو سيستم، وقلنا الكريبتو سيستم يتضمن نوعين أساسيين. النوع الأول اللي هو الكود سيستم، والنوع الثاني السايبر سيستم. وأخذنا النوع الأول للكود سيستم، وقلنا الكود سيستم يتضمن أيضا نوعين اللي هو الوان بارت كود سيستم، والنوع الثاني اللي هو التو بارت كود سيستم. وقلنا بالوان بارت كود سيستم يتم إنشاء ديكشنري واحد، جدول واحد تكون فيه الكلمات البلين الأصلية والكلمات المشفرة الكود وورد، كلاهما مرتبة أبجديا. نفس الديكشنري يسلم للمرسل ويسلم للمستقبل. أما النوع الثاني اللي هو التو بارت كود سيستم، فيتم تكوين جزئين من الدكشنري. الجزء الأول، الدكشنري الأول، تكون فيه الكلمات البلين الأصلية مرتبة أبجديا، يسلم إلى المرسل السندر. أما الجزء الثاني part 2 من الدكشنري، تكون فيه الكلمات الكود وورد التشفير مرتبة أبجديا، ويسلم إلى مستقبل الريسيفر. وملاحظة بالنسبة لي، هذا الكود وورد بنوعيه الوان بارت والتو بارت ينظر إلى الرسالة وكلمات الرسالة ككلمات كاملة، أي لا يقوم بتقطيع الكلمة إلى حروف، وإنما يبتلي الكلمة بالكامل مثل ما هي بكلمة أخرى حسب ما موجود في الديكشنري المعد أو المكون مسبقا. نأتي الآن للسايفر سيستم. السايفر سيستم شرحناها حاضرة السابقة. السايفر سيستم النوع الثاني، طبعا السايفر سيستم هنا لا يعتمد على الحروف. بالنوع الأول كود وورد يعتمد على الكلمة ويبدل الكلمة بالكامل، أما السايفر سيستم يعتمد على الحروف. ويوجد طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى اللي هي الترانسبوزيشن سايفر. الترانسبوزيشن سايفر تقوم بعملية إعادة ترتيب لحروف الرسالة، يعني حروف الرسالة يتم تغيير مواقعها، إبدال مواقعها، تغيير مواقعها من مكان إلى آخر. أوكي، فيتم عمل reordering للحروف، لحروف الرسالة. نعم. أما النوع الثاني اللي هو substitution cipher، لا، في هذه النوعية، في هذه الطريقة يتم إبدال الحرف بحرف جديد، يعني نسميه disguise the letter أو عملية disguising the letter اللي هي إخفاء الحرف أو تمويه الحرف. لماذا إخفاء وكيف يعني نخفيه؟ نخفيه أنه نلغي الحرف القديم ونعطي أو نكتب بدلا عن حرف جديد. كيف يتم تكوين هذا الحرف الجديد؟ طبعا باعتماد عمليات حسابية ورياضية خاصة. نعم. ولهذا الآن نلاحظ أنه cipher system concerned on each character of the word، يعتمد على كل، يركز على حروف الكلمة. يعني هذه السايفر سيستم لا يتعامل مع الكلمة كما هي، وإنما يقوم بتقطيعها حرف حرف. أوكي، السايفر سيستم كونستريت يتعامل أو يركز on each character of the word، على كل حرف أو رمز من كلمات من حروف الكلمة. whereas النوع السابق اللي هو الكود سيستم يقوم بنقل أو تغيير الكلمة بالكامل اللي موجودة بالبلين تكست، ويعطي بدلا عنها كلمة أخرى موجودة في الدكشنري اللي هو الكود وورد. نعم. طبعا هنا لخصت لكم في هذا الملف. لاحظ، نعيد نقول، الكريبتو سيستم تكون من الكود سيستم والسايفر سيستم. والنوع الأول الكود سيستم يتضمن نوعين أساسيين اللي هم الوان بارت كود سيستم والتو بارت كود سيستم. ونرجع نقول النوع الثاني من الكريبتو سيستم اللي هو السايفر سيستم،
هذا السايفر سيستم يتضمن نوعين للترانسبوزيشن سايفر والسبستيوشن سايفر. ترانسبوزيشن سايفر اللي هي إعادة ترتيب مواقع الحروف، reordering letter تغيير مكان الحرف أي نقل الحرف من مكان إلى آخر. والنوع الثاني substitution cipher اللي هي disguise the letter، عملية إخفاء أو تمويه للحرف، يعني إلغاء الحرف القديم وكتابة حرف جديد بدلا عن، أي إبدال الحرف، إخفال الحرف القديم وإبداله بحرف آخر جديد. نعم، هذا الشكل أيضا عرفنا أنه الكريبتو سيستم درسناه ومكون من كود سيستم والسايفر سيستم. الكود سيستم مكون من 1 بارت كود سيستم والنوع الثاني 2 بارت كود سيستم. هذا كله خلصنا شرحناه، هذا الجزء تم شرحه. الآن نأتي على السايفر سيستم، وقلنا عندنا نوعين للترانسبوزيشن سايفر والسبستيوشن سايفر، وقلنا الاختلاف الكبير بين الكود سيستم والسايفر سيستم أنه الكود سيستم يتعامل مع الكلمة كما هي ويبدلها من الدكشنري بكلمة جديدة، أما السايفر سيستم فيقوم بتقطيع الكلمة إلى حرف حرف ويستخدم الطرق، إما يغير موقع الحرف بالنوع الأول ترانسبوزيشن، أو يبدل الحرف بالطريق الثاني بالسبستيوشن، يبدل الحرف بحرف جديد. نعم، نأتي الآن للنوع الأول من الترانسبوزيشن، أو نعرف الترانسبوزيشن اللي هي البرميوتيشن. It is an encryption in which letter of the message are rearranged. الترانسبوزيشن تعريفه أنه إعادة ترتيب أو تنظيم حروف الرسالة. It is an encryption. عملية تشفير، يعني هي واحدة طريقة من طرق التشفير اللي من خلال حروف الرسالة are rearranged، يعاد ترتيبها وتنظيمها من جديد. طبعا حسب المخطط اللي موجود احنا الان عندنا A و B، B1 اللي هي الترانسبوزيشن سايفر. نشوف الترانسبوزيشن سايفر عندنا كم طريقة، تقريبا 9 طرق أو 9 خوارزميات أو 9 تقنيات تستخدم في عملية الترانسبوزيشن سايفر. الآن اليوم حتكلم على الطريقة الأولى والبسيطة اللي هي المسج ريفرسر. مسج ريفرسر اللي هي الطريقة التي من خلالها يتم عكس حروف الرسالة. خلي أوضح لكم بشكل عام خلال هذا البرنامج، هذا إن شاء الله أيضا أشرحه لكم. أوكي، يعني لو نقول الآن هذه رسالة my name is أحمد. أوكي، لو أعمل encryption طبعا الآن بس فقط message reverser بدون key message reverser، هنشوف لاحظوا أحمد D-A-M-H وهكذا إلى الأخير Y-M. أوكي، هذه الإنكريبشن غيرت مواقع الحروف بشكل معاكس. لو أنسخ هذا الكلام وأعمل decryption هو يأخذ النص المشفر ويحاول أنه يرجع النص الأصلي. لو أعمل decryption الآن ظهر عندي my name is أحمد، نلاحظ هنا نفس المسج الأصلية، ولكن طبعا لأنه عملية التشفير تحاول أنه تقوم بعملية cancelling لحروف للفراغات الموجودة في الرسالة في المسج. أوكي، فنلاحظ هنا أوكي، قلنا أنه النوع الأول اللي هو الترانسبوزيشن اللي هو
it is an encrypt and it is an encryption in which a letter يعاد ترتيبها. كيف يتم ترتيبها؟ بعدة طرق. عدة طرق. types of transposition cipher. عدة طرق. هنالك عدة طرق لعملية ترتيب أو إعادة تنظيم حروف الرسالة. النوع الأول اللي هو المسج ريفرسر. المسج ريفرسر أنه تصبح المسج مكتوبة بالشكل المعكوس. Writing the plain text in the reverser form بشكل معكوس to get لأجل الحصول على النص المشفر اللي هو to get the cipher text. يعني نفس ما كتبنا هنا meet me Monday morning. يعني هذه الرسالة تلاحظ هنا مكتوبة بشكل معاكس. أوكي؟ بشكل معاكس. طبعا التقنيات قد تكون بشكل معاكس على مستوى الكلمة أو تكون بشكل معاكس على مستوى النص بالكامل. أوكي؟ على مستوى النص بالكامل. لاحظ هنا جي، يعني هنا قد يصير أنه أمسك الكلمة هذه أعكسها وتبقى في مكانها، والإم إي تصبح إي إم، والمندي تصبح واي أي تي إم إن أو إم وتبقى في مكانها وهكذا. ولكن الأفضل لأجل إعطاء صعوبة أكبر في عملية التشفير أنه تكون المسج ريفرسر معكوسة بالكامل، يعني تأخذ الرسالة وتصبح بشكل سترينج كاملة. الرسالة مكونة من 1000 حرف، 2000 حرف، 3000 حرف، تصبح بشكل سترينج واحدة ويتم إعادة ترتيبها من جديد. نعم، أوضح لكم البرنامج هذا اللي الآن تكلمت اللي نفذته أمامكم. هذا الطلاب البرنامج أنا حطلب منكم أنه تقوموا بعملية تصميمه طبعا بالفيجوال سي هاش بنفس الطريقة هذه. يعني أنا عندي information security label وعندي هذه أيضا label. أوكي، هذه فقط للتوضيح أنه عندي كل حرف والسيكونس المقابل له من حرف A إلى حرف Z. نعرف الحروف السيكونس مالها from 0 to 25، هذه الحروف. طبعا التصميم حيبقى بالكامل نفسه، plain text، cipher text، key ممكن تستخدم او لا، وعندي عملية هذا الجزء الاول، عملية الانكريبشن، عملية التشفير. الجزء الثاني هو عملية الديكريبشن اللي هو فك التشفير، ارجاع النص الاصلي. وعندي هنا plain يصبح cipher، هنا بالعكس cipher text وأحوله إلى الأوريجينال مسج أو الأوريجينال تكست. اللي حيتغير أنه عندي هذه التو بوتوم، عندي هنا إنكريبشن هنا ديكريبشن. مثلا استخدمنا الطريقة الأولى، حدخل هنا في الإنكريبشن أستخدم أكتب خوارزمية الطريقة الأولى ومن ثم بالطريقة الثانية والطريقة الثالثة، أي أن تصميم الفورم يبقى كما هو، والذي سيتغير هو الكود المخصص بعملية الانكريبشن والديكريبشن. اوكي، فالان لو ادخل بالنسبة للمسج ريفرسر، ادخل الى الكود مالها. نعم، مجرد كود بسيط انه انا اعرف array، هذه plain يعني p array يعني plain text array. اوكي، منين حتيجي هذه يجي النص مالها؟ حيجي النص مالها من التكست بوكس 1.txt. اوكي، هذا احوله تو كاركتر اري، احول هذا محتوياته اللي بشكل تكست، انسخها وين؟ انسخها بالبي اري. طبعا عندي متغير اللي هو ريفرس، في البدايه هو عباره عن سترينج امتي سترينج، وابدا في الفور لوب. فور لوب واعتمد على ال بي اري اللي هي plain text array.
الى اللينكث ماله. ابدا من اللينكث، اللينكث طول مثلا 10 حروف، ابدا من الطول ناقص واحد. اوكي فور اي، الاي حتكون عندي من البي اري دوت لينكث ماينس 1، وهكذا ينقص ناقص واحد. اوكي ينقص واحد واحد. اوكي الشرط ما هو؟ ما دام الاي اكبر من ماينس 1، ما دام اكبر من ماينس 1 يعني الى حد الصفر. يعني اذا عندي مثلا السترينج طوله 10 حروف، حبدا من 9 الى الصفر، 9 واستمر انقص واحد واحد الى الصفر، ابدي اقراها بشكل معكوس. نعم بشكل معكوس. اوكي فعندي هذه البي اري، البي اري اوكي اذا كانت تساوي فراغ كونتينيو. لماذا الفراغ؟ احاول اعمل اوفركم للفراغ، يعني الغي اتجاوزه، ممكن ما اخلي هذا الشرط وارجع النص مثل ما هو، ولكن الافضل يلغى الفراغ. اوكي يلغى الفراغ. وهكذا عندي الريفرس بلس، انا عندي الريفرس بالبدايه امتي، فحياخذ الحرف الأخير ومن ثم اللي بعده اللي بعده اللي بعده، وهكذا حتقرأ السترينج بشكل معاكس، حتقرأ السترينج بشكل معاكس وتخزن في الريفرس. إلى النهاية الريفرس حيكون بالسترينج ولكن بشكل معكوس. وين أنسخها هذه السترينج؟ أنسخها في التكست بوكس 3 اللي هو هذا التكست بوكس 3. خليني أوقف التنفيذ. نعم هذا التكست بوكس 3، لاحظ تكست بوكس 3، هذا الأوريجينال تكست بوكس 1، والنتيجة النتيجة تكست بوكس 3. أوكي طبعا نفس الكود مشابه بالنسبة للديكريبشن. الديكريبشن يعتمد على التكست بوكس 2 والنتيجة في التكست بوكس 4. اوكي فأنا لو مثلا كتبت هنا مثلا لو نفذت وكتبت هنا my name is احمد، واعمل انكريبشن، انا حقوم انسخ هذا النص مثلا، هاي فقط للتوضيح، ممكن يشتغل اوتوماتيكيا الديكريبشن، يعني اوريدي هذا النص مخزون في مصفوفة داخل البرنامج، او حتى نشوف الخطوات بالتفصيل. هذا النص انسخه هنا واعمل ديكريبشن، احصل على my name is احمد من جديد. اوكي هذا النص الاصلي رجع ولكن لا يوجد فراغات. اوكي اكزيت، انا هرجع اشوف هذا الكود، نفس الكود بالضبط، ولكن انا هنا كان في الكود السابق انا عرفت بي اري اللي هي البلين تكست اري، انا عندي هنا سايفر تكست اري. اوكي منين السايفر حتاخذ بياناتها او السترينج مالها؟ حتاخذها من تكست بوكس 2، من هنا حتاخذها من هذا الاول، البلين اخذتها من تكست بوكس 1 والنتيجه خلتها بال2. هذا حياخذ العفو بالثري، اتصور هنا نعم ثري، هذا هنا الديكريبشن اخذ من التو والنتيجة في الفور. نعم خلينا نشوف هذا هنا. زين عندي الريفرس، الريفرس هنا كان عندي متغير اسمه ريفرس، نعم عندي متغير الان غيرته بس خليته ريفرس تو، ريفرس تو بلين، ريفرس تو بي ال معناها ريفرس تو بلين، ايضا في البدايه فارغ، ونفس نفس العمليه بنفس الشكل، حبتي بالعكس حشتغل على السي اري، على السي اري لينكث ماينس 1 الى حد ما دام شرط اكبر من ماينس 1 يعني لحد الصفر ماينس ماينس،
يعني الآن الكلمة المعكوسة حيعكسها مرة ثانية، يعكسها مرة ثانية، معكوس المعكوس أحصل على الكلمة الأصلية. أوكي؟ أيضا إذا يساوي فراغ أعمل continue، هو أصلا ما فيه فراغ، ممكن أشيل هذا الشرط و reverse to plane plus يساوي array of one c array of one، وهكذا النتيجة بعد ما أخلص حيكون كل الكلمة الأصلية مخزونة ب reverse to to plane. هذه اللي هي هنا أين تخزن؟ تخزن بال في مربع نص text box 4. أوكي؟ أعيد التنفيذ مرة ثانية وأكتب A B C D E F. لاحظ بالعكس أصبحت سخة هنا، أعمل معكوس حيطلع لي A B C D E F. أوكي؟ هاي الطريقة الأولى، الطريقة الأولى من طرق عمليات التغيير. التغيير احنا قلنا الطريقة الأولى reorder للحرف، إعادة ترتيب موقع الحروف. الآن استخدمنا الطريقة الأولى اللي هي المسج ريفرسر، اللي هي قمنا بعملية تغيير موقع الحروف بشكل معاكس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.